أطلقت وزارة الصحة 7 قوافل طبية مجانية يومي 25 و 26 من يونيو الجاري. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل القافلة جميع التخصصات وتجوب محافظات كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، الأقصر، القليوبية، المنوفية وسوهاج. نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية نجع السويس التابعة لمركز قفط. يأتي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالكرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمة الطبية. وقال مدير عام إدارة قفط الصحية الدكتور أحمد عوض في تصريح خاص للتلفزيون المصري إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 800 مواطن في 6 تخصصات طبية، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر قوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. عندنا النهارده قافلة في قرية نجع السويس، هي واحدة من القرى المحتاجة للقوافل الطبية دي والخدمات الطبية دي. النهارده عندنا القافلة الطبية موجودة في قرية نجع السويس، وبتقدم عدد من التخصصات الطبية زي تخصصات الأطفال والبطنة والجراحة وتنظيم الأسرة والنساء. طبعا القوافل الطبية دي بتتميز ان احنا بنقدم الخدمة للمواطن، خدمة كلها مجانية، بداية من الاعلان عن القوافل الطبية. بيقوم المركز الاعلامي اللي موجود في ادارة قفط بالاعلان على القوافل، على القافلة الطبية اللي موجودة النهاردة عندنا في كل المساجد وفي كل المناطق المحيطة بالقافلة. مستهدف حوالي من 700 ل 800 مواطن، كلهم عملوا كشف بالمجان، صرف الادوية بالمجان. في طبعا من الناس اللي استفاد من خدمات القافله، خدمات القافله طبعا بالاضافه الى 6 عيادات متوزعه على اساس البطنه، الاطفال، النساء، الجراحه، تنظيم الاسره، الرمد. بالاضافه لكده عندنا الخدمات المجانيه اللي بتقدم للمواطن من غير ما يتكلف اي مليم، من غير ما يدفع فلوس خالص. عندنا خدمه التحاليل بالمجان، خدمه الاشعه موجوده برده في القافله بالمجان، الندوات التثقيفيه، توعيه الناس، النظافه العامه، الصحه العامه. طبعا في ندوات عن فيروس كورونا، ندوات طبعا عن تنظيم الاسره. طبعا جيت هنا عشان انا اكشف على البطن، كشف بطنه، واخدت علاج بالمجان، وعملوا لي تحليل سكر وتحليل دم وكل حاجه، والحمد لله نشكر القياده السياسيه بقياده الرئيس السيسي. كشفت في الوحده، عملت اشعه على رجلي، والعلاج بالمجان والكشف بالمجان، ونشكر سعادة الرئيس، ونشكر سعادة المحافظ، ونشكر سعادة وكيل وزارة الصحة. بارك الله فيكم. أعلنت محافظة سوهاج عن الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بإحدى قرى مركز المراغة المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال أحمد أبو همام مشرف عام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمراغة إن المشروع لم يستغرق سوى 6 أشهر منذ بداية العمل فيه، ويتكون من 3 طوابق ومجهز لتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج. وأضاف أن المبنى تم إنشاؤه على مساحة 2500 متر مربع، وهو واحد من ضمن 114 مشروعا تتم بالتوازي بقرى حياة كريمة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج. احنا حاليا في مركز طب الأسرة الشامل بقرية جزازرة. المشروع ده تم إنجازه في 6 شهور، بدأ من 15/12/2021. والمشروع ده متكون من 3 طوابق على مساحة 2500 متر مساحة الإجمالية، مساحة المبنى 1400 متر تقريبا. المشروع ده بيخدم الطب الأسرة الشامل بقرى الجزازرة والنجوع التابعة ليها. والمشروع ده هدية فخامة الرئيس لأهالي جزازرة والنجوع التابعة ليها، وده من ضمن مشاريع حياة كريمة بمركز المراغة بقرى مركز المراغة.